الآن إلى تحدي المسؤولية في طبعا الاجتماعية لفريق ام بي سي. هذا الأسبوع كان التحدي من نصيب زميلنا محمد مشاري. طبعا محمد اختار أن يقدم المساعدة للمصابين بمرض الماء الأبيض أو الأزرق في العين ليساعدهم في الحصول على العلاج المناسب. خلينا نشوف كيف تعامل محمد مع هذا التحدي. نعمة البصر يا شباب من أهم الحواس، والفاقدين لهالنعمة أكيد إنهم عايشين في معاناة صعبة الله يعلمها. يعني وهيب هو الشخص الوحيد اللي عندنا في المكتب يلبس نظارة، أكيد لك مواقف لك معاناتك. صحيح، أنا أعاني من النظارة يعني في أوقات الجو السيء، إذا جيت أمارس الرياضة، السباحة، أعاني منها كثير، فما بالك اللي تكون مشكلته في عينه نفسها. مشكلة حاول إنك ما عندك وقت طويل اليوم عشان تختار أحد، بس ممكن عمليات الموية البيضاء هي اللي يمكن مدتها قصيرة من ربع ساعة نص ساعة. ممكن في الوقت نشوف احد صح. مناسب هذا الشيء بيقدمنا على التصوير. صدق الحلو في موضوعك ان العمليات غاليه وانت حسب ما قلت انه حتوفر لهم العلاج ببلاش، فصدق انها حتكون رده فعل الشخص اللي حتعالجه بعد الله عز وجل راح تكون رده فعله كبيره وحتفاجئنا. اتوقع تفاجئنا غير ان عمليات غاليه او ذا الموضوع كان يعني تبي تقدم انت مثلا شيء مسؤوليه اجتماعيه ومتعلق بموضوع طبي، هذا شيء يعتبر افضل من انك تقدم مساعدات عينيه او شيء معين للناس محتاجه نوع من انواع الخدمه. من هالموضوع انا قررت اسوي التحدي وراح اخدم المجتمع فيه ان شاء الله. الله يوفقك. عمليه البحث عن المريض كانت متسهله. توجهت لجمعية عناية اللي عندهم مجموعة من المرضى المحتاجين والغير قادرين على العلاج، وبنحاول نقدم لها الخدمة العلاجية اللي محتاجها. عندنا طال عمرك فقرة ام بي سي لتحدي المسؤولية الاجتماعية. فكرتنا هذا الأسبوع نقدم أو نعالج شخص يعاني من الموية البيضاء. أنتم في الجمعية عندكم مجموعة من المرضى اللي يبحثون عن علاج، نبغى نتساعد مع بعض وناخذ حالة من عندكم ونقدم لها علاج والعملية بشكل مجاني. أولاً أهلاً وسهلاً وحياكم الله، ونحن سعداء جداً أن نكون شركاءكم في هذا البرنامج النوعي، وهو برنامج تحدي الذي حقيقة يهدف إلى تعزيز المفهوم المجتمعي. الأمين العام للجمعية ما قصر وقدم لنا الشخص المريض محمد الزمراوي، رجل ستيني ومشكلته كانت في الموية البيضاء اللي تسببت له بترك عمله قبل سنتين لأنه ما يقدر يشوف نهائياً. والله أنا مبسوط جدا لهذا التحدي اللي قام به القناة الام بي سي، وأنا يمكن محظوظ لأني قبلت التحدي وأخش في إنه أنا أصلا كنت بعاني من العين اليسار، من النزيف في العين اليسار، وعملت الليزر وكده ابتدى العين اليمين فيها الموية البيضاء معاناة شديدة، حتى ما وقفت من العمل لأني ما أقدر أشوف الورق، ما أقدر أشوف الطباعة، حتى أشكال الناس ما أشوفهم. إن شاء الله أنا يعني أتوقع إنه مع البرنامج ده اللي حيكون مثلا لكل الناس يعني إن شاء الله لقدام، وأنا يمكن محظوظ بقيت أول واحد تقريبا في علاج العين، وأنا أتمنى إنه كل الناس تستفيد من البرنامج الجاي ده. وبكده انتهت المرحلة الأولى من التحدي، وباقي مرحلة مهمة وفيها شوي صعوبة اللي هي البحث عن طبيب يعالج العم محمد. هلا والله سهلا، كيف حالك ظلمة؟ والله بخير رب الكاملة. معك أخوك محمد المشاري من قناة ام بي سي دكتور عبد الله. أهلا وسهلا، الله يسلمك دكتور. احنا عندنا فقرة تحدي المسؤولية الاجتماعية، عندنا شخص يعاني من موية بيضاء، ففكرتنا لهذا الأسبوع أن نقدم له علاج وننهي معاناته بأسرع وقت وبشكل مجاني. فحاب أستفسر دكتور عبد الله، هل في إمكانية من تقديم العلاج والعملية لهذا الشخص؟ والله يا أخوي محمد أتشرف بالخدمة هذه، لكن يعني حاليا عندي جدول العمليات فول تايم. ما في امكانيه يعني يا دكتور. الخدمه شكرا لك، تسلم طال عمرك. الان لازم ابحث عن طبيب ثاني مختص بالعيون يعالج محمد باسرع وقت. والله حبا وكرامه اتمنى ان احنا نقدم مساعده لاي واحد محتاج، و
ابدا ابشر ان شاء الله اني احاول قدر الامكان وعسى نقدر نساعده ان شاء الله. تسلم يا دكتور، يعطيك العافيه من ذوقك طال عمرك. طيب ايش الاليه العلاج؟ ايش اللي تحتاجه؟ متى نجيك؟ ايش الاجراءات اللي تحتاجها؟ حياكم الله في اي وقت. انا طبعا احتاج اني اشوف المريض واقابل المريض واسوي له فحص كامل، نتاكد من التشخيص، نفحص العين بالكامل، نتاكد من قالعين هل وجود اسباب اخرى غير المويه البيضاء. بعد ما نتاكد اني فقط مويه بيضاء نرتب الاجراءات ان شاء الله لعمليه المويه البيضاء، وتجرى لها العمليه بالاجهزه الحديثه. يعني توجهت للمستشفى مع العم محمد علشان نقابل الطبيب ويجري لها التحاليل والفحوصات الأولية ونبدأ مرحلة العلاج. مشوار الألف ميل في حياة العم محمد بيبدأ من هاللحظة، وحتنتهي معاناة دامت الأكثر من سنتين في ألام في وسط العين بسبب وجود الموية البيضاء. الآن متجهين لغرف العمليات لبدء مباشرة الحالة العلاجية للعم محمد وبدء العملية. احنا اليوم تبنينا حالة محمد وقبلنا التحدي اللي تحدثها الام بي سي، وما شاء الله جمعية عناية وشاكرين مقدرين لجهودهم. وبعد الفحص من المريض وتأكدنا انه عنده موية بيضاء وانه محتاج العملية قبلناه ورتبنا له العملية، واليوم راح نجري له العملية. العملية هي عبارة عن عملية إزالة الموية البيضاء بجهاز الألتراساوند. ممكن تسمعون احيانا بالفيكو امالسيفيكيشن. فيكو امالسيفيكيشن اللي هي عملية إذابة الموية البيضاء بجهاز الفيكو، والفيكو اللي هي الألتراساوند. هذا من العمليات الحديثة، طبعا جاء بعدها برضو احدث منها شويه، لكن لحد الحين هي قيد الابحاث. كم تستغرق مده العمليه وايش اللي تاخذ لها؟ تقريبا من ربع ساعه الى 20 دقيقه، احيانا تطول اكثر شويه اقل شويه على حسب صلابه المويه. هي طبعا بدون فتح العين بالكامل نفتح 2 ملي، وبعد التعقيم والتخدير وندخل اجهزه الالتراساوند مع اجهزه المويه داخل الحجره الاماميه، ونوصل للعدسه ونبتدي نقطع العدسه داخل العين، نقطع المويه البيضاء داخل العين. بدأ العمل بتخدير موضع العين باستخدام أحدث تقنيات الطب في علاج العيون، واستمرت العملية 30 دقيقة متواصلة. وقررت في اليوم الثاني أزور العم محمد اللي استقبلنا بابتسامة فرح. الحمد لله أن أنا يعني ربنا يعني أكرمني بعلاج كنت أعاني منه منذ سنتين، والحمد لله بفضل جهود ام بي سي جات لقيتني هناك في محل الجمعية وعملت معي لقاء، وهم داخلين في موضوع بتاع التحدي، برنامج التحدي. والحمد لله صرت الحين بقيت ممتاز وبقيت أناظر كويس ما زي الأول، العملية ناجحة الحمد لله، وهذا بفضل جهود الإخوة في ام بي سي. وهذه العملية مجانية يعني يتكرمون بها ام بي سي. كل فرد أو منظمة عليها حمل كبير في تقديم المساهمة تجاه المجتمع. بالنسبة لي أنجزت مهمتي في تقديم مسؤوليتي الاجتماعية، وننتظر باقي الزملاء في ام بي سي بمساهمتهم بأعمال مختلفة في تحدي المسؤولية الاجتماعية. محمد المشاري، ام بي سي، الرياض.